خلينا نشوف يا بنتي، هلا ببين معنا رح تاخذهم ولا لا. المصاري كلهم طبوا منه، هذا مبين عليه. ما بيهمه المصاري، ما بيهمه. مبين عليها يا بنتي انه ما راح تسمعوا، لا تخافي. راح اروح اصفى قدام البيت وشوف شلون هتلحقنا، راح تيجي تعطينا المصاري. خليك عم تشوف. انا مالي حراميه، مستحيل اسرع. عمو 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 عمو، ليك قاعد تلحقنا؟ ايه والله يا بابا، بين عليها لا ترجعون، ليك قاعد تلحقنا. عمو شو عم بقول لك انا؟ خذي بكلامي. خير خير عمو، خير. شوفي عمو، انت هدول المصاري وقعتوا منك، تفضل. شو عم تحكي انت؟ هاتي شوف، مزبوط كلامك، صح، هدول طبوا مني. عمو دير بالك عليهم، العالم بحسرتهم. شفتي يا بنتي؟ يا عمو انا كنت عم بختبرك لحتى اساعدك، هدول المصاري الك يا عمو، من نصيبك الك. سمعتي بنتي؟ سمعتي؟ هدول المصرات صار لهم، صح مظبوط؟ يلا اربطي حزامك لعلك. اسمعي لعلك، انا هلا رح ساعدها، بس اول شيء لازم نختبرها ونشوفها بتستاهل ولا لا، مظبوط؟ شلون يعني بابا نختبرها؟ هلا بورجيكي شلون الواحد يختبر الثاني، تفرجي وتعلمي. مو بس هيك يا عمو، راح اشتري لك احلى بيت. انت وين اهلك؟ موجودين معك شيء؟ ايه عمو، انا وامي لحالنا. اذا هيك باذن الله راح اخذ لك بيت اطلال تكون على البحر. تفضلي يا دكتور، تفضلي امسكيهم. عمو هيك كثير. لا يا بنت، مو كثير عليكي، يلي مثلك بستاهله. خلص عمو، طلعي معي بالسياره، خلينا نروح لعندكم على البيت، ناخذ امك ونروح نشوف بيتكم الجديد. يلا تعي، طلعي بنتي معي، طلعي. يا هيك الواحد يساعد الناس يا بلا. اللي وصل لهون من الفيديو بتمنى يثبت وجوده تحت بالتعليقات بكلمة ما شاء الله أو يصلي للحبيب محمد، ولا تنسوا تتابعوا هاي الصفحة فيكن منكبر، ولا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو لحتى يوصل لغيركم، وشاركوا هذا الفيديو في كل مكان حتى غيركم يستفيد. والسلام عليكم، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة.